السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل انهيار مخيف للعملة، بنك عدن يلف الحبل على رقبته، وإلى التفاصيل. انعكست الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن بانهيار مخيف للعملة المحلية في المناطق الخاضعة نظرياً لسلطاته، واقترب الريال السعودي من حاجز 500 ريال والدولار الأمريكي من 1900 ريال وسط مطالبات مركزي عدن بالتراجع عن قرارات التصعيد الاقتصادي التي أظهرت فشل وعجز البنك. وقال مصدر مصرفي إن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء أو مساء أمس الثلاثاء 1885 ريالا في عملية البيع. وقال مصدر مصرفي إن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ في تعاملات مساء أمس الثلاثاء 1885 ريالا في عملية البيع و1869 ريالا في عملية الشراء، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 490 ريالا للشراء و492 ريالا في عملية البيع. وهذه هي أدنى قيمة تسجلها العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي في الانهيار الذي حدث في ديسمبر 2021 إلى حدود 450 ريالا للسعودي، ولم يتجاوز الدولار حاجز 1725 ريالا. ويأتي الانهيار المتواصل للعملة وتجاوزها حاجز 1880 مع قرارات التصعيد الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن. وقالت مصادر اقتصادية إن قرارات بنك عدن لن تستطيع الحفاظ على سعر العملة في ظل الفساد المهول الذي ينخر الشرعية وعدم قدرة البنك على الوصول إلى الإيرادات المالية، فضلا عن رفع المحافظات تسليم إيراداتها وسيطرة قوى النافذة على إيرادات مركزية. وأكدت أن البنك شبه مفلس وأن الإيرادات لا تساوي 1% من النفقات والالتزامات المالية الشهرية على البنك، وأن الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية في طريقها إلى النفاذ. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.